أشهر 4 لاعبين رفضوا الاستمرار في الزمالك وانتقلوا إلى النادي الأهلي. في المركز الرابع مجدي طلبة اللي انتقل من الزمالك إلى باوك اليوناني ومن باوك انتقل إلى النادي الأهلي. في المركز الثالث مؤمن زكريا كان معار من نادي إنبي إلى الزمالك لكنه رفض تجديد عقده مع الزمالك وقرر إنه ينتقل إلى النادي الأهلي. في المركز الثاني محمود كهربا انتقل من الزمالك إلى أفيس البرتغالي ومن أفيس انتقل إلى النادي الأهلي. وفي المركز الأول إمام عاشور اللي رفض إنه يستمر مع الزمالك وقرر الاحتراف الخارجي إلى ميتلاند الدنماركي ومن الدنمارك أعلن انتقاله إلى النادي الأهلي.